عزيزي اللورد روتشيلد، يسرني أن أبلغكم بالنيابة عن حكومة جلالته الإعلان المنطلق من التعاطف مع أماني اليهود والصهيونية، وهو إعلان عرض على مجلس الوزراء وحظي بموافقته. إن حكومة صاحب الجلالة تنظر بعين العطف إلى إقامة وطن قومي في فلسطين للشعب اليهودي، وستبذل أقصى جهدها لتسهيل تحقيق هذا الهدف. ويجب أن يفهم بوضوح أنه لن يؤتى بأي عمل من شأنه أن ينتقص من الحقوق المدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية المقيمة في فلسطين، ولا من الحقوق ولا الوضع السياسي الذي يتمتع به اليهود في أي بلد آخر. وسأكون ممتناً إذا ما أحطتم الاتحاد الصهيوني علماً بهذا الإعلان. المخلص آرثر جيمس بلفور.